ان شاء الله يا ربي. فأنا من بلدية عين والسارة ونشارك هنا يا كونديدا ليبر في ولاية الجلفة. وفرونا كاع الإمكانيات ما شاء الله ربي يحفظهم، من الإقامة للإطعام للتنقل، وجبة صباح وجبة العشاء، مام حاولوا أنهم يقربونا مع أساتذة مختصين يعاودوا يشرحونا كاع الدروس اللي ما حضرناهمش ولا لقينا صعوبة أن نعاودوا نفهموهم. وبارك الله فيهم وربي يحفظ كاع هذا الطاقم اللي راه مسؤول على نجاحنا. بعد تتمثل في مرافقة الطلبة لاجتياز امتحان البكالوريا للطلبة الأحرار الغير مقيمين ببلدية جلفة في طبعتها الثالثة. هذه السنة تميزت باستقبال حوالي 180 طالب، فيهم 60 طالبة والبقية طلبة، مع توفير النقل والإطعام وفطور صباح، إضافة إلى التأطير العلمي والنفسي. الجو كان هنا الداخل كان أسري الحمد لله، كل الأفراد كانوا كالإخوة. نشكر هذه المبادرة التي قام بها الشيخ إبراهيم الأخضر، كما نتمنى أن تعمم في باقي الولاية.